السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأحبة في تغطية الساعة الرابعة تحت عنوان مجمع الشفاء حصار وقصف. يواصل جيش الاحتلال الصهيوني التقدم في غزة، لكن التقدم محدود ولكن يستهدف المدنيين والعزل بعد استهدافه لمختلف المناطق حتى مناطق الإيواء. استهدف الاحتلال أيضا المخابز والكهرباء والمحطات الماء والمستشفيات. اليوم موضوعنا راح نتكلم عن المستشفيات بالتحديد، ولماذا هذا الاستهداف العسكري للمستشفيات ادعاء من الاحتلال الصهيوني. هنالك كما يقول أنه في عمليات عسكرية منطلقة من هذه المجمعات الطبية، وأيضا في أدلة واهية جدا، وللأسف يعني لم تلاقي غير السخرية. لماذا أقول للأسف؟ لأنه كما نتمنى في أنه هناك دليل واحد ممكن يقنع المشاهد، يقنع الغرب. هسا احنا عفنا كعرب، احنا متفقين بأنه هذه أمة عربية مستهدفة والجميع، لكن الغرب اليوم الاحتلال الصهيوني لم يستطع أن يخدع الغرب بالأدلة السخيفة التي نشرها من يومين، وأيضا حماس فندت هذه الأدلة وهذه الادعاءات، وأيضا قالت بأنها مستعدين ليكون هنالك يعني تفتيش دولي لمجمع الشفاء إن كان فيه كما يدعون. راح نتكلم عن تفاصيل وعن البدايات، كيف بدأ الاحتلال الصهيوني استهداف المستشفيات، كيف وصل إلى أنه اليوم هدفه هو القضاء. يمكن بعد الرنتيسي المعمدانية والشفاء والإندينوسي والمستشفى الرنتيسي يستمر لبقية المستشفيات، فالجميع مستهدف. والدليل على ذلك اليوم بعض المراكز الإيواء يعني اقترحت بأن تقام هنالك نقاط طبية لمعالجة المصابين الذين أتوا نازحين خلال هذه الأيام. راح نتكلم تفاصيل كثيرة، ونبدأ مع ضيفنا في الاستوديو صباح زنقنة رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجية. أهلا بك. أهلا بداية وسهلا. أستاذ صباح، يعني الاحتلال الصهيوني بدأ بداية بخمس هجمات للمجمع الشفاء. بالبداية كان استهداف البوابة الإسعاف، مدعيا أن في الإسعاف فيها شيء عسكري لحماس. يعني هذه الأدلة الواهية برأيك، لماذا هذه البداية، ولماذا استهداف العسكري للمستشفيات من قبل الاحتلال الصهيوني؟ أحسنتم على هذا السؤال المهم، تحية لكم ولكل متابعيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذه الاستهدافات هي لا نريد أن نتحدث عن التخبط الإسرائيلي اليوم. الإسرائيل كانت يعني بمثابة الصدمة والفاجعة هذه الهجمة القوية غير المعد لها سابقا، لكنها هي أرادت أن تحول هذه الصدمة إلى قوة عنيفة ضد المدنيين وضد الأطفال وضد الأبرياء، مبتعدة بذلك عن كل المنصات العسكرية وعن كل الضربات العسكرية. بالنتيجة هي وجهت ضرباتها إلى الأضعف، المرضى والمصابين ومناطق إيواء المرضى والمصابين، بمعنى أنه لم يكتفي بضرب المدنيين ولم يكتفي بتخويف وترويعهم، بل ذهب إلى محطات الأمان بالنسبة للمرضى والمصابين وهي المستشفيات، وهذه لا. تعتبر ضمن الرؤية الحربية جريمة حرب أنه الذي يتوجه إلى ضرب هذه المؤسسات غير المعنية بالحرب أنها توجه، حتى لو كان فيه مصابين عسكريين لا يمكن توجيه أي ضربة وأي توجه عسكري. لكن الكيان الصهيوني ربما أوجدت ذريعة لهذه الضربات، هي تريد أن تعمل بمفهوم الأرض المحروقة، وهي تريد أن تعمل مجزرة وعملية قتل جماعية لكي تقتل أكثر عدد ممكن من الفلسطينيين، وعلى رؤيتها أنه هي تريد أن تجعل المواطن الفلسطيني يتوب عن أن يكون ثائرا أو مقاوما، وهذا شيء مستبعد طبعا. لكن هي عندما وجهت هذه الضربات أعطت التبريرات. ما هي هذه التبريرات؟ أنه المستشفيات هي عبارة عن قواعد الحماس، هي قواعد لكتائب المقاومة. بالتالي هذه التبريرات حتى تعطي صورة أخرى إلى المجتمع الدولي وإلى العالم وإلى المتلقي من أنني أستهدف أشخاصا احتموا بالمستشفيات ويحتمون بالمرضى.
هذه الصورة العام. يعني هذا كان هدف الاحتلال الصهيوني، انه في هذه المستشفيات في حماس وفي قوة عسكرية ممكن تقاتل تحتمي دروع البشرية بأهلها الفلسطينيين. مطلوب. لكن يمكن منظمة الصحة العالمية تكلمت عن أنه لا يمكن أن يكون في مكان مخصص لعلاج المرضى والجرحى أن يكون هذا المكان عسكريا. لذا راح أتكلم مع الست غنى رباعي، من باحثة في المنتدى البحرين لحقوق الإنسان من بيروت. أهلا بك ست غنى. تحية لكم وتحية لجميع متابعي قناة الأيام الفضائية وتحية لضيفكم. نعم. الكريم، خلينا نتكلم عن بدايات اقتحام ست غنى باقتحام مجمع الشفاء، وما هو رد فعل منظمات الصحة العالمية عن هذا الموضوع؟ أولا لننظر في الأسباب لماذا استهداف هذه المستشفيات، لأن في ذلك إجابة على السؤال. استهداف المستشفيات تدعي فيه إسرائيل أنه من أجل البحث عن أنفاق لحماس، ومن أجل ضرب الجناح العسكري لحماس كتائب القسام وما إلى ذلك، لكن هذه مجرد ذريعة. نحن نعتقد أن إسرائيل حتى لا تظن بأن حماس تختبئ في المستشفيات، وربما لديها الأدلة أكثر منا على ذلك، لكن الغاية من ضرب المستشفيات هي تنفيذ مشروع تهجير أهل غزة من أجل احتلال غزة، ذلك لأنه عبر ضرب المؤسسات الأساسية لأي مجتمع، تحديداً مراكز الرعاية الصحية، يجعل هذا المجتمع بحاجة لأن ينتقل إلى مكان آخر، إلى مكان أأمن. هذا ما تحاول إسرائيل أن تحققه عبر ضرب المستشفيات، وحتى عبر ضرب مراكز الصحية التابعة للأمم المتحدة. هل يعني إسرائيل يمكن أن تتدرع بأن الأونروا مثلاً، مراكز الأونروا تحتوي على أنفاق أو هناك تحتها أو بخازنها تحتوي على أسلحة لحماس أو تؤوي عناصر لحماس أو ما إلى ذلك؟ إذن هذه مجرد ذريعة. ولكن هنا أجيب على سؤالك بالنسبة للمنظمات الدولية. المنظمات الدولية تتعامل بشكل متخاذل جدا جدا، ليس فقط عبر السكوت عن ما يحصل، هي حتى لا تؤمن الإجراءات، أدنى إجراءات يمكن أن تقوم بها في هذا الصدد. يعني هي حتى لا تقدم إدانات بالمستوى اللازم، هي مجرد إدانات أضعف الإيمان. هي حتى لم تفعل من أجل الجرائم التي تحصل في غزة ما كانت تقوم به من أجل أي جرائم حرب أخرى، يعني حتى لجان تحقيق أو بيانات عامة لا تقوم بأي ذلك. إذن هو خذلان يدل ويشير إلى أن هذه المنظمات الدولية إنما تعكس إدارة مموليها الذين هم بالشكل الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية النافذة، التي هي ليست فقط داعمة لإسرائيل في عدوانها هذا على غزة، بل هي حتى مشاركة في هذا. أحسنتي، بدليل أنه أمريكا كانت مؤيدة لاقتحام المستشفيات بقول بلينكين، يعني صرح يقول إحنا نعمل على أطلاق المحتجزين، ثم بعد ذلك صرحوا لا يوجد أصلا المحتجزين في مجمع الشفاء، ونثق بوجود أنفاق، وهي لا توجد أنفاق أصلا لحماس في المستشفى. نعم، يعني هذا هو المتوقع، ويشاركهم بذلك أيضا الإعلام الغربي ينقل سرديتهم. ومع ذلك يعني حتى حين يتم دحض ادعاءات الجيش الإسرائيلي، جيش الاحتلال الإسرائيلي، حول ما يظهره من فيديوهات مصورة وغيرها أن هنا نفق لحماس، ثم يتبين أنه في دولة أوروبية نفق لأمر سياحي أو ما إلى ذلك، أو هنا نفق يتبين أنه شبكة اتصالات وهنا ذلك، يعني يتم دحض هذه الادعاءات كلها بشكل واضح، ومع ذلك يختار الإعلام الغربي ومن خلفها القرار السياسي الغربي أن يتبنى السردية الإسرائيلية ويتغاضى كليا عن ضحضها الموضوعي، بغض النظر من يطلق هذا الضحض، يتغاضى عن الضحض الموضوعي لها. والمنظمات الحقوقية العالمية تتكتم كليا عن كل ما يحصل الآن. بعض الشخصيات الحقوقية البارزة دوليا قدمت استقالتها، ولكن المعنيين بشكل أكثر وبشكل أساسي يجب أن يقدموا استقالتهم على ذلك. نعم. تحديدا المعنيين بملفات حقوق الإنسان بشكل خاص، وليس فقط يعني حقوق الإنسان، حقوق الصحفيين، حقوق الأطفال،
حقوق الحد، يعني هناك مقرر خاص حتى سنفصل بما انك ستغنى يعني في منتدى البحرين لحقوق الانسان، سنفصل الكلام عن حقوق الانسان. يعني فيديو يعني مضحك جدا من اسرائيل، واكيد يعني احنا في اكيد مع هذه المجازر الجماعيه، ما اعرف هذا الفيديو اللي ان اردت ان اضحك او للاطفال يعني انطيهم يشوفوه، او لاي شخص كئيب خليه يشوف الادله الاسرائيليه عن المجمع الرنتيسي او الشفاء. الشفاء شنو لقوا بيه؟ لقوا بيه يعني بندقيه واحده ولابتوب. يعني استاذ صباح، مجمع يتكون من 3 مستشفيات، في اعداد طاقم كبير، يعني اليوم احنا يمكن ماكو شخص ما عنده لابتوب. يعني زعم اسرائيل بهذه الادله الواهيه، شنو رايك به؟ يعني هذه تعتبر من الادله المضحكه. يعني في البدء تحيه لضيفتك الكريمه التي انضمت معنا. يعني اعتقد انه اليوم اسرائيل بدات تتعكز على الاكاذيب حتى تسوق نفسها على انها محقه في كل ادعاءاتها، وانها تسير وفق خطى عسكريه فيها ملامح انسانيه، اي انها لم تكن كاذبة عندما قالت بأن هذه المستشفيات هي عبارة عن قواعد. هذه الصورة التي تريد أن تعكسها إلى المجتمع الدولي، ولكن عندما تتكشف أكذوبتها أو كذبتها، يعني هذه الكذبة تضحك لها الثكلى، يضحك لها الأطفال، لأنه ما عاد لإسرائيل أدوات أخرى ممكن أن تتعارك بها في مع حماس إلا أن يعني تتعكز على أن تتعارك بالوسائل الصبيانية، أي أن تتعكز على الكذب وتجعل من هذه جزء من معركتها مع الطرف الآخر. إسرائيل اليوم فقدت كل محتواها، فقدت كل شيء، عرفنا بأنها فقدت الإنسانية وفقدت العسكر وفقدت المعنويات. اليوم بدأت تأتي بطرق رخيصة جدا، ممكن أنها تستعين ببعض التقنيات وتعمل أشياء ربما لا تنطلي على المبتدئ في مجال التقنيات والبرمجيات. يعني لاحظي لو أخذنا الشيء بالشيء، إسرائيل نفت وكذبت كل العمليات التي حصلت، الضربات وبعض الفرق والوحدات يعني تم إبادتها بشكل كامل بعملية الاقتحام. صحيح. لكن إسرائيل تعتبر أنه هذه كذبة وأنه لا وجود لمثل هذا الشيء. يعني نحن نعلم العملية العسكرية التي حصلت لمركز أوريم للتجسس، هذا المركز العالمي، يعني يعتبر مركز عالمي، إسرائيل تتجسس على مكالمات العالم وعلى الأنترنت وعلى الفضائيات، وهي اللي تحاول أنها تصنع في هذا المركز الكبير يعني تظاهرات هنا وهناك. هذا المركز دمر بالكامل وقتل الكثير ممن فيه يعني حسب التقارير. لكن بما أنه القوات المقاومة لا يمتلكون من صور والفيديوهات، بدأت إسرائيل تكذب هذا الأمر وتقول لا وجود لهذا الشيء. لهذا بدأت المقاومة تستعين بالفيديوهات. هذه الفيديوهات يعني التي يطلق عليها بعض الإسرائيليين ويقولون أنها جزء من الانيميشن أو جزء من البرمجيات وأنه لا حقيقة لمثل هذه الضربات. لكن اليوم المقاومة الفلسطينية أثبتت بما لا يقبل الشك بأنها هي قادرة على الاقتحام وقادرة على أن تصل إلى نقطة الصفر في المواجهات، وهي قادرة على أن توصل إلى درجة السلاح الأبيض والمقاومة المباشرة. نقطة الصفر هذه أخطر نقطة أنك تلتصق مع العدو. وضعوا العبوات على المدرعات ثم أجهزوا عليها بقاذفة وفجروا، كل هذه مصورة وأعمال لا أقول ليلية، للأسف أعمال الليلية لا تكاد ترى بالعين لأنه لا يمتلكون كاميرات، يعني تقنياتها عالية، لكن هذه الكاميرات هي كاميرات تربط على الرأس أو على الخوذة ويمكن من خلالها تصوير كل الفعاليات التي يقومون بها. هذه هي التي قوضت مضجع إسرائيل، قوضت مضجع الكيان الصهيوني وجعلتهم يفكرون أكثر، جعلتهم يفكرون بطريقة الانتقام والكيفية وأيضا تشكيل فيديوهات مشابهة. هنشوف رأي ست غنى رباعي بالأدلة الواهية للكيان الصهيوني عن مستشفى الرنتيسي ومجمع الشفاء. ما تطلقه السلطات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي من سرديات مليئة بالمغالطات وسهلة التفنيد
هو أمر متوقع جدا، بل ما هو غير متوقع أن تقول الحقيقة في الوقت التي هي في حالة الضعف، هذه الضعف العسكري والضعف الاستخباراتي، وأن تتبنى الأنظمة الغربية التي تساند هذه السرديات أيضا أمر متوقع. ولكن ما يفترض أن لا يكون متوقع هو الرأي الحقوقي، من يدعون ويلبسون لباس حقوق الإنسان. نحن اليوم كمدافعين وكمطالبين وكمدافعين عن حقوق الإنسان نطالب بشكل أساسي كمدافعين مستقلين، أقول عن حقوق الإنسان، لأن الحقوقيون اليوم وتحديدا فيما يحصل في غزة انقسموا إلى قسمين، القسم الذي يرتدي قناع حقوق الإنسان والقسم الذي حقوق الإنسان فعلا جزء من هويته. نحن اليوم كمدافعين مستقلين من حيث التمويل ومن حيث الرأي، إذ لا يملي علينا أحد ما نقول، نطالب معنى كلام استغناء في بعض منظمات الحقوق الإنسان اللي تنتمي لجهات معينة، هي مجبورة بالكلام بيمكن أشياء معارضة لما يحصل أو تصديق الموجود الظاهر على العلن مثلا. هذا صحيح. إما من هذه المنظمات، ذكرينا بعض المنظمات اللي هي يعني تحت سلطات غير يعني معلنة مثلا، معروفة، هي يعني لا نسميها بالاسم ولكن هي الدولية ذات الطابع الدولي سأقول. هل توجد منظمات عربية؟ منظمات محلية في عدة دول عربية أو غير عربية. أي دول مثلا؟ تحديدا تلك المتابعة لجورج سوروس، أقولها بكل صراحة. ولكن أريد أن أكمل فكرتي، هل تسمعونني بشكل جيد؟ نعم نسمعك، تفضل. ما أريد أن أقوله أننا اليوم كمدافعين مستقلين عن حقوق الإنسان نطالب بأن يعترف بالنضال الفلسطيني، بالنضال الفلسطيني كحق مشروع من حقوق الإنسان، وأن يدرج في قوانين حقوق الإنسان العالمية. فلا يساوى المقاوم الفلسطيني الذي نشأ طفلا يضرب الدبابة بحجر ولم تكن تنفع، ويرسل البيانات للأمم المتحدة ولا تنفع، ويطلب الإدانات ويطلب المواقف الدولية فلا تنفع، إلى أن وصل إلى حد ما قبل 7 أكتوبر مباشرة يتم التضييق على الأسرى الفلسطينيين بشكل رسمي إسرائيلي وعلى عوائلهم، ويتم محاولة ضم أراضي من القدس، أراضي إلى الاحتلال الإسرائيلي أيضا، وأخذ البيوت من العرب. نريد لهذا النضال أن يتم الاعتراف به دوليا، لأنه هو الشكل الوحيد الذي يستطيع استرداد الحقوق للشعب الفلسطيني بعد أن أثبت أن كل الطرق الأخرى لا تنفع بأي شيء. القوانين الدولية الحقوقية اليوم التي وضعها، أقول منذ بدايتها، نفس الجهات التي كانت تنتهك حقوق الإنسان، نفس الجهات التي فجرت هيروشيما، هي من حاسبت اليابان عوضا عن أن تحاسب هي، أقول أمريكا وغيرها، أمريكا بالتحديد، هي التي وضعت القيود والأطر للعمل الحقوقي من أجل أن تكبله بشكل تدين من تشاء، تطبقه على من تشاء، وترفعه عن من تشاء. اليوم نقول لجميع الحقوقيين أن لا يتقيدوا في أي قيود من هذا النوع، وأن يكون مصدر معيارهم للحقوقية فعلا حقوق الشعب على الأرض. هل يجوز مساواة هل يجوز مساواة النضال الفلسطيني المسلح بكل صراحة مع المجرم الإسرائيلي؟ لا يجوز ذلك. النضال الفلسطيني حق مشروع ويجب أن يعترف به عالميا ودوليا على هذا الأساس، ويجب أن يكون ذلك بشكل منصوص عليه، ويجب أن يكون هناك رأي حقوقي موحد، ونحن ندعو جميع المنظمات الحقوقية عالميا لأن تتوحد على هذا الرأي، لأنه رأي حقوقي بديهي لو قسناه على جميع دول العالم، لو يعني جميع دول الذين عانوا من الاضطهاد وما إلى ذلك، لم ينفع معهم إلا النضال، ومن لم يناضل خضع وأخضع لشروط المستبد عليه. لذا النضال اليوم هو أمر مشروع نحن نعترف به ونحن ندعمه ولا نقبل إدانته بأي شكل من الأشكال. أحسنتي ست غناء، أتمنى يعني من جميع حقوق الإنسان تأخذ بنظر الاعتبار ما قلتي، وفعلا النضال الفلسطيني هو على مدى 76 عام ومستمر إن شاء الله. وذكر أستاذ صباح قبل قليل حول يعني شجاعة الفلسطينيين وكيفية المسافة الصفر للقتال وغيرها، خلينا نتكلم أكثر عن ادعاءات والاستخبارات البنتاغون اللي نطيت لي
الاحتلال الصهيوني في انه، وهذه الاخبار قالت بانه يوجد في يعني مجمع الشفاء قوى عسكريه، ما وجدوه هو لم يعثر الجيش على اي شيء في المستشفى، يعني ماكو مثلا ترسانه صاروخيه او مخزن للسلاح مخبأ او قبو أو أي شيء في غرفة أو مستشفى. أستاذ صباح، هل هذا يفند الزعم الاستخباراتي للبنتاغون؟ يعني هم بهذه المحاولات يصنعون الفشل لأنفسهم، يعني عندما يبحثون على شيء هو غير موجود ويتعكزون عليها كذريعة، فإنهم سوف يعمدون على في كل شيء بأن هذا الأمر موجود، تماما مثل ما فعل الأمريكان عندما وظفوا كل الصور الخاطئة وقالوا أن في العراق أسلحة دمار شامل، جاءوا إلى العراق وأسقطوا صدام وأسقطوا كل شيء ودمروا العراق، ثم دمروا ولم يجدوا أسلحة الدمار الشامل، وقعوا في فخ كبير جدا، وأيضا يعني استطاعوا أن يبرروا لأنفسهم ثم يسكتوا المنظمات الدولية والحقوقية وغيرها وانتهى الأمر. إسرائيل تريد أن تفعل نفس الشيء، هي تريد أن تقول بأن هناك قواعد عسكرية وسوف تقتحم هذه المناطق وتدخل إلى هذه المناطق، ثم تغطي على الأمر بنفس الكيفية التي غطت أمريكا على مفهوم أسلحة الدمار الشامل مع العراق وعندما اقتحمت العراق واحتلت العراق. هذه هي السياسة الخديعة التي يتعاملون بها بعاملين، أولا الكذب، وآخر شيء الآخر هو عامل الزمن، باعتبار أنه المواطن قد ينسى الأمور خلال 72 ساعة، 3 أيام كافية أنه ينسى الحدث ليأتي بحدث آخر، أو أنهم لا يصنعون الفوضى الخلاقة حتى تنسى الحدث الأول بالحدث الثاني والحدث الثالث، وهكذا تتوالى الأحداث ولا تستطيع أن تركز على حدث ما بعينه، وهذا جزء من الحرب أو العمليات النفسية والحرب النفسية التي يقومون بها. إذن هي إسرائيل إلى حد الآن كانت خطواتها أكثر عبثية، أما الخطوات الأخرى فهي خطوات مدروسة، هي تصنع الكذبة ثم تصدق بها وتفرض على الآخرين تصديقها. تريد إسرائيل منا أو كيان صهيوني يريد أن نصدق بهذه الأكاذيب إسرائيل. إلى الآن لا أحد يصدق، لا أحد سواء كان غربي أو في العربي، يعني ما أحد يصدق بهذه الأكاذيب وهذه الأدلة الواهية والكلام الأمريكي الإسرائيلي عن ما يحدث مثلا في مجمع الشفاء. اليوم نتكلم في التحديث عن مجمع الشفاء فقط، يعني ماكو تصديق لهذا الشيء أصلا. نعم سيدتي، هم قلت لك يفرضون الكذبة ويريدون أن نصدق هذه الكذبة، هم يفرضون هذا الشيء حتى تتحول من كذبة إلى مصداقية. طبعا أنا مفهوم ميكافيلي ومعروف أنه ميكافيلي يقول كذب حتى يصدقك الناس، يعني في نهاية المطاف أنك تستولي على الكذب ثم تستولي على العقول بتأسيس الكذب ثم تحول الكذبة إلى حقيقة، تماما كما أنه هناك بعض الأفكار وبعض القصص الخرافية التي أصبحت حقائق الآن، وكذلك أشياء كثيرة لا أريد أن يعني أدخل في هذا الجانب. بالتالي إسرائيل هي اليوم تتغذى على أو تغذي أفكار يعني مستغلة بذلك عوامل نفسية، عوامل سياسية، عوامل جيوسياسية، خارطة المشاكل التي تتوالى على المنطقة العربية وغيرها كلها تستند إليها. يعني ما ممكن أنه في العراق حدث أكثر من حدث، يعني ربما العراق لا يستطيع أن يتذكر كل الأحداث المتتالية، تفجيرات والقتل والغرق، يعني آخرها كانت احتراق قاعة الحمدانية وجاءت أحداث أخرى ثم نسي، وهكذا هم يتعاملون مع أحداث دولية كبيرة يجعلون الفوضى في كل الأماكن وفي كل الأصقاع حتى يستطيعون أن يمرروا الأشياء التي يريدونها. اليوم إسرائيل بهذه الطريقة لا نقول أنها فقط كشفت للناس زيفها وادعاءاتها وأن كل ما تدعيه باطل، هذا أصبحت يعني من يعني المسلمات ومن البديهيات، ولكن هي تريد أن تصنع لمفهوم عليك أن تصدق كذبتي. إسرائيل اليوم هناك مستندان قويان تتعكز عليها إسرائيل لتنفذ كل هاي الأمور، يعني هناك مرتكزان قويان اليوم تأسست عليها إسرائيل، المرتكز الأول الدعم الأمريكي والمرتكز الثاني الخذلان العربي للفلسطينيين. هذه الطريقة هي التي استفاد، وإلا لو أن إسرائيل كانت خائفة من حكام العرب لما أقدمت على هذه الجريمة وهذه المجازر، يعني أكثر من 160 مجزرة، كل مجزرة أكلت المئات والآلاف، ولكن ليس هناك من يأتي من قادة العرب أو قادة الخليج أو حكام العرب ثم يقول نحن سنذهب ونسلح ونتوجه بضرب إسرائيل. كل التوجيهات تقول بأننا نطالب من إسرائيل إيقاف هذه الضربات، أو يرسلون الأكفان إلى الفلسطينيين، أو أننا نطالب
بإعطاء الأدوية والأطعمة إلى غزة، وكأن غزة هي كانت تحتاج إلى طعام وإلى دواء، ثم يأتي أنا بحاجة إلى من يسندني بالسلاح وبالقوة، لكن هذا ما لم يفعله حكام العرب، استطاعت يعني إسرائيل أن تأخذ. إذن الدعم الأمريكي المطلق والخذلان العربي المطلق هما نقطتان أساسيتان ارتكزت عليها أو ارتكز عليها الكيان الصهيوني لكي يأتي بهذه الإبادة ويأتي بأكاذيب حتى نصدق هذه الأكاذيب على أنها من المسلمات. نعم. طيب ننتقل ست غنى، حماس حملت الصهاينة وأمريكا مسؤولية ما يحدث من اقتحام لمجمع الشفاء، لأنه هذا المجمع وغيره من مؤسسات الصحية هو بحكم اتفاقية جنيف الرابعة محمي، فماذا يكون تبعات هذا الموضوع إذا كانت هذه المؤسسات الصحية جميعا هي محمية دوليا؟ نعم، وهنا لهذا نقول أن القوانين الحقوقية الدولية للأسف لم تطبق. ليست فقط حماس من أدانت أمريكا أو ما إلى ذلك، حتى المنظمات الحقوقية أرسلت بيانات رسمية إلى تلك المنظمات وأشارت، يعني إذا كانت المنظمات الدولية تنسى القوانين حين يصبح الأمر يتعلق بفلسطين عامة وفي غزة وبغزة خصوصا، فنحن كمنظمات حقوقية أرسلنا بيانات حتى أشارنا فيها إلى القوانين الواجبة التطبيق والمعايير الإجراء، لم يطبق شيء منها. لذلك نحن نتكلم عن خذلان حقوقي دولي. ولكن أريد أن أقول، أتكلم عن عملية طوفان الأقصى وبركات هذه العملية، ليس فقط بما بأهدافها التكتيكية التي قصدتها حركة حماس، يعني تبييض السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين وما إلى ذلك، بل ما فرضته من نتائج استراتيجية على المستوى الإنساني. أولا هي أثرت على الرأي العام العالمي، قلبت بعض الشعوب. نحن يعني نتكلم أنها تستطيع الآن أن تؤثر على، لا نقول أنه سوف يحصل تغير جذري الآن في دول العالم، منها دول أمريكا اللاتينية ودول أوروبية ودول آسيوية وما غيرها، ولكن هي حتما سوف تؤثر في مراكز الاقتراع، في صناديق الاقتراع سوف تؤثر، لأن الشعب الفلسطيني في غزة استطاع أن يوصل ما يحصل معه. هنا أتكلم عن أهمية مواقع التواصل الاجتماعي التي يعني تنفي كل سرديات الإعلام الرسمية المتواطئة مع أنظمتها. إذا حققت هذه النتائج من جهة عربية، من ناحية عربية أيضا بركات طوفان الأقصى أنه أضعف مشروع التطبيع العربي بشكل كبير، وتحديدا مشروع تطبيع دولة الحرمين الشريفين التي كانت سوف تحصل مع الكيان الصهيوني. وأوجه تحية لأن في الخليج تحديدا من يتضامن في دول الخليج من شعوب مع القضية الفلسطينية يكون يعني يتخذون خطوات شجاعة جدا، لأنهم مقموعون في تلك الدول. تحديدا أتكلم عن البحرين الذي نحن رصدنا خروج 170 مظاهرة غير مرخصة رسميا من أجل التضامن مع غزة ومن أجل المطالبة بإلغاء اتفاقية التطبيع الرسمية. أيضا خرجت مظاهرات في عمان. أي يعني حين يخرج، لم تذكر العراق. العراق من أول الدول العربية التي أعلنت التضامن ولم تطبع مع الكيان الصهيوني، وكلمة رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني كانت هزت جميع الدول العربية في قمة القاهرة. عفوا، دور العراقي الدور العراقي مهم جدا، اللي أيضا يتحكم في الساحة الآن، وهو أكيد من أول الدول التي كانت مؤيدة للمقاومة وأكيد غير مطبعة. وكلمة العراق الأولى كانت كلمة الشرف الأولى للرئيس العراقي اللي تكلم في قمة القاهرة. ست غناء، لم تتكلمي عن العراق. نعم، لا بالعكس، قصدت أن أنتقل إلى من ساندوا عسكريا بعد أن أتكلم عن دول الخليج التي بقدر ما تستطيع يعني خرجت إلى الشوارع ونادت، وهي تختلف بذلك عن باقي الدول لأنها غير لا ترخص هذه التظاهرات ويتم قمعها، وتم اعتقال الكثير ممن تظاهر ومن بينهم الأطفال. هنا أنتقل إلى ما تتكلمين عنه، المساندة العسكرية، المساندة المقاومة المناضلة مع شعب غزة من العراق، من اليمن، ومن لبنان. هذه أيضا يعني ترفع لها القبعة لأنها ترفع عبء العدوان الإسرائيلي عن غزة. وهنا أريد أن وأقول لكل من يقولون
بماذا دعموا هذه الجهات؟ لماذا لم تدخل في الحرب؟ لماذا لم تفعل؟ هذه هي الحرب بحد ذاتها، ليست الحرب بأن نفتح جبهات قتل المدنيين في جميع الساحات، نحن لا نريد أن يقتل المدنيون، بل المساندة هي في رفع القتل ورفع ما يمكن رفعه قدر الإمكان من ظلم عن الشعب الفلسطيني، وهذا ما تقوم به هذه الحركات المناضلة والمقاومة والكفاحية بكل ما يمكن التعبير عنه والمضحية، لأنها تضحي من أجل الشعب الفلسطيني، لأنها تشعر أنها والشعب الفلسطيني هذه كلها جسد واحد، إذا مرض أحد عضو في هذا الجسد يعني تتفاعل معه كل الأعضاء كما هو معبر عنه في حديث شريف. يعني التضحيات التي تقدم، الشهداء الذين يقدمون في جبهات عدة مختلفة غير ما يحصل في غزة، نقول كل من يقول لماذا لم يساند أحد غزة، هذه هي المساندة بحد ذاتها، رفع عبء عن ولهذا السبب، وبهذه المناسبة نقول لهذا السبب أمريكا اليوم وغيرها يقولون يعني يحاولون أن يوصلوا رسائل لهذه الجهات، أرجوكم لا توسعوا في الحرب وأرجوكم ذلك. ما يحصل في العراق تحديداً، ضرب القواعد العسكرية الأمريكية، قتل ضباط وجنود أمريكيين، ومن بعدها تخرج الولايات المتحدة الأمريكية لتقول هذا الضابط مات في سكتة قلبية وذلك في حادث سير وما إلى ذلك. هذا مؤشر ودليل على أن هذه الجهات فرضت حتى على من يقف خلف إسرائيل والمشارك الأساسي معها الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عليها عدم القدرة على الرد المباشر وعدم القدرة حتى على الاعتراف أنها لو اعترف فيتم عليها أن ترد عسكريا على هذه الجهات. وقد أبرز يعني بهذا أبرز ضعف هذه الجهات، أبرز ضعف الولايات المتحدة عن مجابهة هذه القوى، وبرهن للعالم أن فلسطين ليست وحدها، والقضية الفلسطينية ليست فقط في فلسطين، نعم، بل هي ما زالت موجودة رغم تطبيع الأنظمة، سواء التطبيع الرسمي أو التطبيع العملي وإن كان غير رسمي في بعض الدول. أثبت أن معظم الشعوب أقول لا تتماهى مع أنظمتها، وإن كنت مع ذلك يعني أتأسف لتماهي بعض الشعوب مع بعض الأنظمة. أحسنت. طيب أيضا لا ننسى الدور الإيراني المهم جدا في مساندة طوفان الأقصى، يعني والحديث يطول عن هذا الموضوع، لكن خلينا أيضا ضمن موضوع هذا المجمع المستهدف إلى الآن، وإلى الآن لا يوجد أي صحفيين ولا أي اتصال، وانقطاع الماء والكهرباء على المجمع، وفي أعداد هائلة من المرضى، ويمكن فقط شخص واحد وهو من قسم الحروق، يعني هذا الدكتور تتصل به بعض القنوات وقال في أنه لا يمكن أنه أشاهد النافذة لأن ممكن تعرض لقنص، وأيضا في طفل عمره 12 سنة خرج من الممر وقتل. يعني هذا الاستهداف العلني، وهذا شاهد عيان. ننتقل إلى أستاذ صباح يتكلم عن المجازر التي تقام اليوم، الإسرائيل أو الاحتلال الصهيوني بعد الإعلام، وأول من أخرج من مجمع الشفاء الإعلام، أخرج الصحفيين ولم يبقي أحد. يعني هذا يمكن من الخطط اللي كانت المعدة للاقتحام، بأنه يبعدون الأنظار عن ما سيحدث في المجمع. ما هو رأيك؟ بالتأكيد إسرائيل بعد أن مروت يعني أو ارتوت من دماء الأبرياء ومن دماء المواطنين، هي تريد أن اليوم أن ترتوي بشكل أكثر وتأتي بعملية ومجازر قمعية كبيرة، تريد أن تبعد الانتقادات عنها. واحدة من النقاط ابعادها عن الانتقادات هي الكاميرات التي تراقبها والصحافة التي تراقب هناك. نحن نعلم بأن الصحافة الاستقصائية تعتبر من أخطر أنواع الصحافة، هم يعلمون بأن المراسل العسكري هو يمثل شخص قوي القلب، وطبعا لم نجد شجاعة يعني بشكل كبير مثل الذي كان عند يعني مراسل قناة الجزيرة في وقتها، عندما استشهد كل عائلته بالكامل وأبيدوا عن بكرة أبيهم أصبح هو يظهر بشكل علني، وهذه كانت جزء من المقاومة الصحفية إلى كل الموجودين ليقول لهم بأنه أنا الدحتوح، أنا أقاومكم بالصمود أمام هذه الكوارث وأعطي النتائج. وجدوا هذه القوة والصلابة من كثير من الصحفيين الموجودين هناك سواء كانوا عرب أو أجانب. القضية تعني أنني أحترم
السلطة الرابعة. القضية تعني أنني عندما أكون صحفيا علي أن أعطي قيمة للقلم أو للكاميرا أو للموقف أو لوقوفي أمام الكاميرا، يجب أن أعطيها قيمة وأنقل الحقيقة صراحة. لهذا كان من الصعب أنه شراء الذمم، كان من الصعب أنه أن يغيرون الحقيقة، لأن الصحفي واجب نقل الحقيقة وخاصة في المعارك. هذا إذا كان مثلا كصحفي استقصائي، أما إذا كان صحفي معتمد من قبل الدولة وهو مع جيش العدو، فمن المؤكد أنه لا يعطي خسائرة ولا يعطي أي شيء، ويعطي بأن هناك خسائر من المدنيين الخاص به ولا يعطي الصورة الحقيقية. أما هؤلاء الذين هم ليسوا يعني في ضمن، لا تستطيع أن تضعهم مع إحدى الخارطة من الخارطات الصهيونية أو الفلسطينية، فهؤلاء يبحثون عن الحقيقة. عندما تم إبلاغهم للخروج من هذا المكان، هذه عندنا في الصحافة، أي مؤسسة إذا تم طردها من قاعة اجتماع أو من مكان عسكري أو من مكان، هذه مؤشر بأن هناك كارثة ستحصل. إذا كان في قاعة الاجتماع، فأنا سأضطر إلى أنني أخذ أخبار غير دقيقة ثم أشوش على الموجودين في الاجتماع، لأنهم طردوني لا لم يعطوني الحقيقة، فأضطر أن أبني على الأكاذيب وأشوش عليه. أما في ساحات المعارك، بمجرد إخراج الصحفيين سوف تأتي النتائج دموية، ويقولون هناك مجزرة ستحصل، ومن حق الصحفي أن يخرج ويقول تم صرف الأنظار عنا وطردنا من هذه الأماكن بحجة وبذريعة الحفاظ على أرواحهم. الصحفي يعرف ما هي النقطة التي يقف عندها وما هي النقطة التي لا يستطيع أن يذهب الأبعد من ذلك، أما الاستقصائي فيستطيع أن يذهب إلى الأبعد من ذلك. لهذا عندما يطردون الصحفيين أو يخرجونهم أو يطلبون منهم المغادرة، ليس هو حفاظا على أرواحهم، لأن بالأساس الصحفي هو بايع روحه من أجل القضية اللي جاء من أجل أو من أجل الحقيقة اللي من واجبه ينقذها، ولكن هم يخافون من الصحافة، لأن الصحافة ستنقل الحقيقة وتتعرى إسرائيل أمام هذه الحقيقة. طيب ما عندما جاءت أستاذ صباح بالإعلام الصهيوني أيضا قال أنه لا يوجد مؤشر لوجود مختطفين في مجمع الشفاء، وهذا أكيد يعني يعتبر أنه السردية الصهيونية فاشلة جدا استراتيجيا بالكيفية، وأيضا الإعلام هم أصلا هو نفسه أشار أنه لا يوجد مختطفين، ما عندهم دليل أصلا يطلقوه حتى يثبتون أنه في أحد مختطف أو في أي شيء عسكري في هذا المجمع. يعني لا شك أنه إسرائيل تريد أن توظف كل الإمكانيات، وتريد أن توظف كل الإمكانيات سواء الصادقة أو الكاذبة، فقط لتسير أمورها، وكما نقول نحن في المصطلح نقول صاحب الحاجة أعمى. اليوم إسرائيل تتعامل بعمى كامل، تريد أن توظف كل الأشياء وكل الإمكانيات من أجل النصر، كل شيء من أجل تحقيق النصر. هذا الذي عندهم، هذا الذي عند القادة الدكتاتوريون، من يفكرون أن يبيدوا جيشا بأكمله على أن يحرز النصر. هؤلاء لا يريدون أن يبيدون جيشهم، يريدون أن يبيدون الآخر من مفهوم الأرض المحروقة على أن يحققوا النصر، حتى لو كان هذه إبادة مستشفيات وضربهم. وهم وجهوا وقالوا بأننا لا نبالي ما إذا كانوا مخطوفين في أي مكان، عندما أكد المتحدث باسم المقاومة عندما قال بأن هناك نقاط ومستشفيات نضع فيها المختطفين حتى لا يستهدف، بل هم استهدفوا، وكأنه يريد يقول الذي خطفته أنا أجعله هدفا شأنهم شأن مواطنيكم. هذه طبعا تعتبر أقذر أنواع الحروب، عندما تستهين بمواطنيك وتستهين بالمواطنين الآخرين. طبعا هذا الذي دفع خلال هذه الأيام، دفع نتنياهو من أنه يتعاطى مع يعني أخذ ملامح المبادرة من أجل التفاوض على الأسرى الإسرائيليين نعم، فقط أكمل هذه العبارة فقط، قبل ومن ضمنها أنه طالب بأعداد من المحتجزين، وطبعا مجلس القضاء وافق، مجلس الأمن الدولي عفوا وافق على الهدن. خلينا ننتقل للست غنى. مجمع يحتوي على 3 مستشفيات، جراحة، أمراض باطنية، نسائية وتوليد، نسائية وتوليد. ست غنى، يعني وين حقوق الإنسان اليوم؟ أطفال الخدج نشاهدهم، بعض الصور اللي يعني في البداية نشروها، الآن ماكو نشر، ما نعرف مصير الموجودين في المستشفى. يعني شو ردة فعلكم عن هذا الموضوع؟ أنتوا أكثر ناس معنيين بحقوق الإنسان، ونشاهد هذه الصور يعني وهذه المجازر. ست غنى،
هذه المجازر المستهدف منها تحديدا هؤلاء الأطفال الخدج وهذه النساء، يعني الأشخاص، يعني هو قتل عرقي وتطهير عرقي لفلسطين باختصار. يمكن أن يوصف تطهير عرقي، ولكن الغاية الأساسية منه هو يعني أن يفقد الشعب الفلسطيني في غزة تحديدا الأمان الصحي، الأمان الاجتماعي، الأمان بشكل عام، لأن الشعب الذي يفقد الأمان عليه أن ينتقل إلى مكان آخر، عليه أن يجد الأمان حيث يستطيع. هذا ما يحصل اليوم. الاستهداف ليس لحماس الآن، أصلا إسرائيل منذ بداية عدوانها على غزة لم تستطع أن تحقق أي نتيجة عسكرية، لم تستطع أن تستهدف حماس، تحاول أن تفصل بين البيئة المقاومة التي أنتجت البيئة المقاومة المسلحة، أن تفصل بين البيئة المدنية عن المقاومة المسلحة فتسحب عنها الشرعية الشعبية والتمثيل الشعبي، وتستهدف أمان هذا الشعب لكي تحتل أرضه، لكي تضم أرض غزة مجددا إلى الاحتلال الإسرائيلي. ولهذا من يستهدف تحديدا هم هؤلاء الذين يعتبروا الضعفاء في المجتمع، الأطفال، النساء وما إلى ذلك. السرديات التي تطلقها، يعني حتى اليوم كما ذكرتم قالت أنها لم تجد أي شيء في مجمع الشفاء وما إلى ذلك، يعني هي تعترف بذلك، ورغم ذلك لا يؤخذ ذلك بعين الاعتبار. لماذا لا يؤخذ بعين الاعتبار؟ لماذا لا ينظر إليه بشكل إنساني؟ أصلا لأن ملف حقوق الإنسان لم يكن في يوم من الأيام في الغرب يفتح من أجل حقوق الإنسان، بل كان ملف فقط يفتح من أجل الأهداف السياسية، الأمنية، الاقتصادية. يعني لو أي دولة خالفت معاهداتها الاقتصادية أو السياسية مع دول الغرب يفتح ملف حقوق الإنسان فيها، أما مجرد مخالفة، مجرد انتهاك حقوق الإنسان في أي دولة، ذلك لا يفتح ملف حقوق الإنسان. ملف حقوق الإنسان كان ملف يستغل لأهداف أخرى، لهذا اليوم لا ينظر إليه، ليس فقط لذلك، بل لأن إسرائيل والكيان الصهيوني بحد ذاته كله هو مشروع غربي، فشله، هزيمته هو هزيمة للغرب أجمع، لأنه هو مشروع الغرب، وهو يد الغرب في المنطقة، وهو يد أمريكا التي تنفذ مشاريع أمريكا في منطقتنا لمحاولة إضعاف شعوب منطقتنا ومحاولة إبقائها في حالة غير مؤثرة عالميا، ولكي لا تكون قوة متعاضدة ومتضامنة وبالتالي قوة كبرى في هذا العالم. فشلها سوف يؤدي إلى فشل تلك الدول، وبالتالي طبيعي جدا تلك الدول أبدا لن تنظر إلى الشعب الفلسطيني بعين إنسانية. ست غنى الرباعي، باحثة في المنتدى البحرين لحقوق الإنسان من بيروت، شكرا جزيلا لانضمام وهذه المعلومات المهمة عن حقوق الإنسان. وأيضا أشكر أستاذ صباح زنقنا رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجي للانضمام إلينا، وأيضا توضيح أهمية استراتيجية يعني استهداف مجمع الشفاء والحصار والقصف مجمع الشفاء، ممكن أن هو الخطوة الأولى لبقية المجمعات الصحية من الاقتحام والحصار والقصف، والجميع فقط يشاهد كتاب التغطية. شكرا جزيلا حسن المتابعة، وإلى اللقاء.